ايها الحفل الكريم، متواصلين مع انطلاقة هذا الشوط، وانطلق على بركة الله وحفظه شوط ما قبل الختام. هذا هو الشوط الثالث عشر من مجموع اشواط هذه الفترة الصباحية الخاصة بالحيلي والزمولي في صباح هذا اليوم. انطلق هذا الشوط وانطلقت مباشرة، انطلقت مصيحة على المركز الأول لعلي بن عبد الله بن محمد المهندي. على المركز الأول علي بن عبد الله بن محمد البن علي المهندي على المركز الأول، وتحتل صدارة الشوط في هذه اللحظات، تسجل وتذاع كأول منطلقة في هذا الشوط. نحن في طريقنا مشاهدينا الأعزاء لنتعرف على المركز الثاني ومن تحتل المركز الثاني. أشكرك مخرجنا العزيز، هذا شعار بن شريم يتقدم إلى المركز الثاني. الشاهينية لمتعب بن طالب بن محمد بن شريم، ها هي على الكادر الفوقاني وعلى الهوائي مباشرة تنطلق في المركز الثاني. والعصا قوس الدور دور المركز الثالث، ومن تتقدم إلى المركز الثالث، هذه على الكادر التحتاني مشاهدينا الأعزاء. الفهدة لسليمان بن حمد بن سليمان بن جبرين، التضمير مع سالم بن شعفول المري اللي أقدم له تهنئة صباحية من خلال فوزه مع جبارة بالمركز الثاني في صباح هذا اليوم، في أول أشواط صباح هذا اليوم. جبارة اللي حلت وصيفة في الشوط الرئيسي ما قصرت، وكذلك أهني مالك طموح رياض بن تامر السعدون ومضمرها القدير صالح بن محمد اليامي. المركز الثالث اللي تقدمت وخذت المركز الثالث زاهية لزايد بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين، يقدم زاهية من تتسلل إلى المركز الثالث في هذه اللحظات. المركز الرابع الفهدة لسليمان بن حمد بن سليمان بن جبرين وسالم بن شعفول المري يتابعها في عملية التضمير، بينما المركز الخامس تتواجد فيه الشاهينية لزايد بن سعيد بن لجبع الخيارين. هذا هو نداءنا متابعينا الكرام للخمسة المراكز المتقدمة الأولى، واللي بيفوز بنهنيه وبنومس له، يستاهل، يستاهل من جهز ورتب وضمر وحاز على المركز الأول، المركز المستهدف وطموح وأمنيات المشاركين جميعا. مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول ما زالت مصيحة لعلي بن عبد الله بن محمد المهندي على المركز الأول، وفي مقدمة الشوط ترقص هذا الرقص الصباحي والشحاني على أرضية ميدان الشحانية أمام كل هذه الحيل الحاضرات والمنطلقات والمتواجدات أيضا، واللي يبغون هذا الموقع يا أخوي يا علي المهندي، اللي يبغون موقع مصيحة ويتمنون هذا المركز وهذا الموقع الاستراتيجي والممتاز. ننتقل إلى المركز الثاني، ومن تتقدم وتتحرك هنا الشاهينية متعب بن طالب بن محمد آل شريم اللي فاز معنا اليوم بسمران في شوط من أشواط الزمول. وأشكرك يا أبو طالب على التضمير الممتاز وعلى تقديم الشاهينية أيضا في هذا الشوط. المركز الثالث ومن تتقدم زاهية، وأيضا شعارها للعوينة قادم على ظهر زاهية، زايد بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين على المركز الثالث. وعلى المركز الرابع تتواجد وتتقدم هنا الشاهينية لزايد بن سعيد بن لجبع الخيارين على المركز الرابع، وتتسلل متابعينا الأعزاء أحد المتسللات، وكاميرات الرصد والمراقبة هنا ترصد انطلاقة وتحرك الضبية عبد الله بن حمد بن علي العطية، تتقدم تقدم خطير إلى المركز الخامس، وأيضا من المرشحات لاختطاف ناموس الشوط بهذا الشكل الجميل والممتاز. نعود إلى مصيحة سيدة الموقف، وما زالت في هذا الموقع المستهدف ترقص وتتقدم إلى الأمام، تتقدم إلى الأمام، ونحن أيضا نتقدم ونقترب متابعينا الأعزاء من خط النهاية وبدال عد التنازلي. وأتمنى لمصيحة السلامة في هذا الشوط، أتمنى لها التوفيق والسلامة والفوز مع
هذا الخلل الذي أشاهده وفي موقف لا يحسد عليه علي بن عبد الله المهندي من خلال الخلل الذي رافق الآلي والعتاد وشداد. عموما وعلى كل حال المركز الثاني من تتقدم زاهية لزايد بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين على المركز الثاني، وأيضا الشاهينية تقدم خطير على المركز الثالث لمتعب بن طالب بن شريم المري على المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث تتقدم وتتحرك هنا الضبية لعبد الله بن حمد بن علي العطية، انتقلت إلى المركز الثالث. المركز الرابع مباشرة الشاهينية لزايد بن سعيد بن لجبع الخيارين ودخول وتسلل على المركز الخامس. المركز الخامس تتقدم الخليجية لناصر بن نهار بن ناصر النعيمي، هاي تحتل المركز الخامس. ونعود إلى مقدمة الشوط، زاهية على المركز الأول، زايد بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين تتقدم تقدم ممتاز على المركز الأول، ونتمنى لها التوفيق لزاهية ولكل المشاركات في هذا الشوط. أتمنى التوفيق وندعو لهم إخواني المضمرين والملاك بالتوفيق في هذا اليوم وفي قادم الأيام. المركز الثاني، ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. المركز الثاني مشاهدينا الأعزاء الشاهينية متعب بن طالب بن محمد بن شريم. المركز الثالث هنا الخليجية ناصر بن نهار بن ناصر النعيمي على المركز الثالث. المركز الرابع وتواجد بنت العاصي عامر بن حسن بن محمد الجفالي النعيمي على المركز الرابع في هذه اللحظات. المركز الخامس تتقدم إلى المركز الخامس في أول نداء لها الفردانية، ومرحبا بالفردانية جبر بن عبد الله بن جبر الهاجري. هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء الخمسة المراكز المتقدمة الأولى، وزاهية على المركز الأول، زاهية على صدارة الشوط. يا سلام غانم بن منصور في المتابعة، ولكن الملكية لزايد بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين. المركز الثاني الشاهينية متعب بن طالب بن شريم على المركز الثاني، ودخلنا الكيلو متر الأخير، والشاهينية وزاهية في منافسة حقيقية. متابعينا الأعزاء المركز الثالث تتقدم الفردانية وتتسلل بسجلها الحافل بالإنجازات، هذه الجبر بن عبد الله بن جبر الهاجري. وعلى المركز الرابع شعار بن جهيم براهين علي بن راشد بن جهيم المري. يا سلام براهين أيضا من المرشحات. المركز الخامس أيها الأعزاء الفدا وسليمان بن حمد بن سليمان بن جبريل، وأيضا الفدا وسجلها الحافل، ولكن الشاهينية تتقدم تتسلل بشعار مضمر القرن. متابعينا الأعزاء ومتابعة عبد الله متعب بن طالب بن شريف لها في هذا الشوط، والعصا يا سلام أوامر طفيفة في هذه اللحظات، وأتت راعية الإنجازات الفهدة العودة والعملاقة. العملاقة تتسلل مشاهدينا الأعزاء، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب يا بن جبريل. هذه مشاهدينا الأعزاء الفهدة بسجلها الحافل بالإنجازات، ولكن الشاهينية ما سلمت من شاهين أبدا. وسلام يا شاهينية، سلام يا شاهينية، سلام على هذا الفوز. يا سلام يا بوي الفهدة 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 الفهدة، يا سلام. إذا الفهدة مشاهدينا الأعزاء تختطف المركز الأول في الوقت القاتل. تهانينا لسليمان بن حمد بن سليمان بن جبريل، وتاني لسالم بن شعفول على هذا الفوز. شوط قريب حقيقة. المركز الثاني الشاهينية المتعب بن طالب بن شريم المري. المركز الثالث بعد أن هنينا أبو طالب، أتت الفهدة وخطفت المركز الأول. تهانينا على هذا الفوز. المركز الثالث زاهية لزايد بن منصور بن غانم سيف الخيارين. المركز الرابع بنت العاصي لعامر بن حسن بن محمد الجفالي النعيمي. ومن احتلت المركز الخامس 23 براهين لعلي بن راشد بن جهيم. المركز الاول هذه الفدا 9:36 68 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس سليمان بن حمد بن جبرين، والتهاني للمضمر سالم بن شعبول. المركز الثاني اللي ما قصرت ابدا وما يلحقها لوم،
تسع دقائق 36 ثانية 81 جزء من الثانية. تهانينا لملك الشاهينية متعب بن طالب بن محمد بن شريم، والتهاني لمضمر القرن وللهوب ولكل المتابعين هذا الشعار ومسايرينه. المركز الثالث زاهية اللي ما قصرت أيضا، 9 دقائق 39 ثانية 30 جزء من الثانية. تهانينا لزايد بن منصور بن غانم السيف الخيرين، وتهانينا أيضا لغانم بن منصور السيف الخيرين.